بمناسبة إن السنة الدراسية الجديدة قربت، حملوا تطبيق مدرستنا بلس سواء أندرويد أو أي أو إس علشان تقدروا تتابعوا شرح المناهج كلها من أول رابعة ابتدائي لحد تالتة إعدادي اللي بتتعرض على قناة مدرستنا. وفي الخطوات اللي جاية هنعرفكوا إزاي تعملوا حساب ليكوا على التطبيق. أول ما هتفتحوه هتلاقوا الصفحة الرئيسية، ومنها هتضغطوا على تسجيل دخول. بعد كده هتظهر لكم صفحة جديدة تختاروا منها إنشاء حساب. بعدها هتكتبوا رقم الموبايل بتاعكم علشان يجي لكم رسالة فيها كود التفعيل، فهتكتبوه هنا وتضغطوا على كلمة تحقق. بعدها تظهر لكم صفحة جديدة تكتبوا فيها اسمكم وكلمة المرور اللي عايزينها وتضغطوا على إنشاء حساب. وأهم خطوة هي إنكم تختاروا المرحلة الدراسية اللي انتوا عايزينها علشان تظهر لكم شرح دروسها بالكامل والتدريبات والنماذج اللي هتعرضها وزارة التربية والتعليم. يعني لو اخترت الصف الرابع الابتدائي هتشوف شرح منهج الصف الرابع الابتدائي والتدريبات الخاصة بيه. ولكل الأمهات اللي أولادهم في صفوف دراسية مختلفة ومحتاجين تغيروا المرحلة الدراسية تقدروا تغيروها من خلال الضغط هنا. أما عن تقسيمة المناهج فهتلاقوا عرض كل مادة بشكل واضح، وداخل كل مادة الوحدة بدروسها اللي بيتم شرحها ودراستها على مدار السنة الدراسية. ما تنسوش تكتبوا لنا أي سؤال محتاجين تعرفوه وانتوا بتحملوا أو بتسجلوا حساب ليكم على تطبيق مدرستنا بلس. مدرستنا مستقبل يبدأ الآن.